ممكن ندي بعض الامثله عن الفنتيليتور مودز الاساسيه اللي احنا لازم نكون عارفينها. بدايه spontaneous breathing هو بيبقى فيه بمنتهى البساطه هو نفس الحاجه اللي احنا بنشوفها في الوضع الطبيعي. يعني في عندنا نيجاتيف بريشر، لو نتكلم على طبعا الاكسس ده بريشر، لما يكون في عندنا نيجاتيف بريشر بيبقى في عندنا بنسحب هواء من الخارج لداخل اللانكس. بعد كده بنعمل العكس بقى في الناحيه الثانيه، بيبقى في عندنا هواء خارج من اللانكس لبره وهكذا بالشكل ده كده. ممكن يبقى في النص في بوز، يعني المريض ممكن او اي حد يعني طبيعي ممكن ان هو في وقت من الاوقات كده ياخد بوز كده، ما يبقاش التنفس ماشي بشكل يعني بيريودك كومبليتلي كده بالشكل ده كده. بس في الاخر هو بيتم يعني بيطلع وينزل لليفل الزيرو. ليفل الزيرو ده هو ريلاتيف للاتموسفيريك بريشر، يعني في الاخر عند زيرو دي البريشر اللي داخل اللانس هو نفسه الاتموسفيريك بريشر. في نوع من انواع التنفس بنسميه السي باب، اللي هو هنتكلم عليه بعد دقيقه واحده، الكونتينيوس او الكونتينيوس بوزيتيف اير واي بريشر. بنتكلم على ان هو بياخد نفس الويف فورم دي كده، بيعلي بس الهواء، البريشر بتاع الهواء اللي داخل بيبقى اعلى شويه، وبالتالي اكني بحط دي سي اوفست كده على البيسكلي البيسك سبونتينيوس بريذنج. فبالتالي المريض كل اللي بيعمله ان هو بيتنفس هواء البريشر بتاعه اعلى شويه، مش اعلى بمقدار كبير، مثلا مش 2 3 بار، لا بنتكلم على حاجه 20 سنتيمتر اتش 2 او، which is يعني ما يعتبرش كتير، يعني يعتبر يعني ليفل اعلى شويه، صغيرين من الهواء العادي اللي احنا بنتنفسه. بس الحقيقه لقوا الناس ان في بعض المزايا للسي باب في علاج بعض الحالات، مثلا زي مثلا السليب ابنيا، بالنسبه لبعض الحاجات اللي هي لو في عندنا بعض الالفيولاي مقفوله ممكن يساعد ان هي تبقى مفتوحه بشكل ماتش مور افكتيف. ففي بعض الحاجات كده بتبقى لها في ادفانتج الناس تستعمل فيها السي باب. السي باب ما يعتبرش فنتيليشن، ما يعتبرش ميكانيكال فنتيليشن، هو بيستعمل في الاي سي يو، بس يعتبر واحد من الانواع اللي ممكن نعتبرها ان هي كفنتيليشن مود. هي سبونتينيوس بريذنج، بس البريذنج بيتم على بريشر اعلى شويه. في عندنا نوع تاني اللي هو بنسميه البريشر سبورت. البريشر سبورت ده بيستنى اللي هي بس البامب الصغيره دي اللي هي بتدل على ان البيشنت دلوقتي بيحاول يعمل سبونتينيوس بريذنج، وهو يحط بقى بريشر من الفنتيليتور عشان يساعده. يعني بمعنى ان انا دلوقتي البيشنت هو دلوقتي عنده عضلات التنفس ضعيفه، فانا بستنى لغايه لما يبتدي يحاول، واقوم انا بعد كده اضخ الهواء اللي هو محتاجه باستعمال بامب علشان اساعده ان هو ياخد الهواء بشكل ماتش مور كومفورتبلي. اوكي، فده عشان كده بنسميه بريشر سبورت. اوكي، بنشوف ابتدى امتى وبحط بريشر، بعد كده اعلي البريشر في الهواء اللي رايح في الانسبايرد اير علشان اساعده انه ياخد النفس بتاعه بشكل اسرع. في نوع تاني اللي هو الكونتينوس مانداتوري فنتيليشن، ده ملوش علاقه بالمريض خالص بقى، ده دلوقتي تايم كنترولد، بمعنى ان هو تايم سايكل وتايم كنترول تايم كل حاجه. يعني بمعنى زي ما انتم شايفين كده دي بيريودك، يعني بيريودك ويف فورم، يعني كل واحده من دول عباره عن انا بعمل دلوقتي انسبيريشن واكسبيريشن، انسبيريشن واكسبيريشن وهكذا بشكل منتظم كل وقت معين. يعني هنا مثلا ممكن يبقى الوقت بين الاثنين وبعض مثلا 3 ثواني مثلا زي ما شفنا قبل كده. وبالتالي ده بنسميه مانداتوري فنتيليشن، معناها ان هو لما اتكلم على مانداتوري معنى كده الجهاز بيقوم بكل حاجه. اوكي، فالمانداتوري فنتيليشن هو بيقوم بعمليه الاكسبيريشن والانسبيريشن والاكسبيريشن وكل حاجه. اوكي، هنا في الحاله دي ما بيعتمدش على اي حاجه المريض بيعملها خالص، يعني هنا ما بيشوفش اصلا المريض عاوز يتنفس امتى ولا مش عايز يتنفس امتى، وبيعمل التنفس بشكل منتظم كده بحيث المريض ما يحتاجش ان هو يتنفس خالص، ما يحتاجش ان هو لا يقوم بمجهود ولا يحتاج حتى كنترول على بدايه الانسبيريشن. في نوع بقى ممكن يعتبر ان هو ميكسشر بين الاثنين، ان هو ممكن يخلي يعني يبقى بيقيس الانسبيراتوري او يحاول يقيس المريض بيحاول يعمل ايه ويحاول يساعده بعض الاحيان. ده بنسميه سينكرونايزد انترميتنت مانداتوري فنتيليشن. مانداتوري معناه ان في عندي ويف فورم كده هو بيعملها، هو بيقوم بوظيفه اللانج كده في وقت من الاوقات، بس ما هياش كونتينوس زي هنا، لا دي انترميتنت. انترميتنت معناها ان كل مثلا ثلاثه سايكلز مثلا يعمل واحده، او كل اثنين سايكلز يعمل واحده انترميتنت. الريشيو بتاعت عدد المرات المانداتوري بالنسبه لعدد المرات السبونتينيوس ممكن المريض ممكن الطبيب ان هو يحددها لكل مريض. طبعا دي الحقيقه واحده من الحاجات اللي فعلا ممكن تبقى مناسبه جدا لمرضى الكوفيد 19، وطبعا ممكن كمان يحصل كومباينيشن بين التو مودز دول، يعني ممكن هنا يبقى في مانداتوري فنتيليشن انترميتنت مانداتوري فنتيليشن هنا، وممكن في السايكلز اللي هي سينكرونايز دي او سبونتينيوس اللي موجوده في النص دي ممكن ندي لها كمان سبورت، فيبقى في عندي سبورت هنا
في السايكل دي، وفي هنا مانداتوري وهنا سبورت وهنا مانداتوري وهكذا. ممكن يبقى في كومباينيشنز بقى بين الحاجات دي وبعض، بحيث ان احنا نعمل حاجه او الطبيب يختار الحاجه اللي انسب بالنسبه للمريض.